من بين مين من مصر؟ مش فاهم السؤال. من عائلة مين؟ من عائلة مين؟ بتكره اليهود يا عمر؟ جدا. بس خلي بالك في فرق بين اليهودي والإسرائيلي. إيه الفرق يعني؟ اليهود أهل كتاب وإسرائيل دي دولة. ما كل اللي في إسرائيل يهود. وفي يهود بره إسرائيل. في بعض اليهود كانوا فنانين في مصر. في رجال اقتصاد عملوا مشاريع هايلة في مصر. كانوا يهود برضه زي عدس مثلا. المحلات اللي في وسط البلد؟ الجذور الجذور يعني من عيلة عدس. عن جد؟ عن جد اه، جدة أمي قالت لي إن نجوى سالم قالت لها الكلام ده. ليش هي نجوى سالم بتعرب لعيلة عدس؟ لا، أبويا هو اللي عدس. שלום, עושים את העבודה שלו ורוצה להיכנס לכבודו של המזכיר הראשון. אוקיי, בבקשה. תודה. בבקשה. סורפרייז. شو رأيك بهالمفاجأة؟ أنا قلبي كان حاسس إن في حاجة مش مظبوطة. عجبتني كتير حكاية إنك من عيلة عدس وإنه جدة أمك نجوى سالم. من عيلة مين؟ الجذور الجذور يعني من عيلة عدس. عن جد؟ آه عن جد. جدة أمي قالت لي نجوى سالم قالت لها كده. ليش هي نجوى سالم تهرب لعائلة عدس؟ لا، أبويا هو اللي عدس. لوين رايح؟ خارج. ماليش مكان هنا. أصلا مش باقي لك مكان غير هنا. ما تستغرب. ليش في يهود بمصر؟ لا. بس كيف انت مصري يهودي؟ مش معنى ان انا مصري يهودي ان في يهود في مصر؟ مصري مسلم داخل سفارة اسرائيل بيدعي انه مصري يهودي. ليش بقى؟ عمر، أنا مش رح فسر سكوتك على إنه غباء منك. ما أنت كنت شاكك وكان واضح جداً هذا الكلام بعيونك. أنا بدي ريحك لحتى نعرف نشتغل صح. نشتغل صح؟ أنت فاهم معنى إن أنا أشتغل معاك وإيه؟ دي فيها إعدام. إذا انمسكت أنا أكيد هتمسك. إذا غلط ما أنا أكيد هغلط. عمر اللي نحن رح ندربه مستحيل يغلط. يا عم أنا بني آدم وأكيد هغلط. حتى لو فرضنا إنك غلط رح نسحبك قبل ما تنكشف. وأنا عندي حرية الاختيار إن أقول لأ. كان قبل ما تدخل مع السفارة كانت تقطع رجلي قبل ما أدخل. ليش هيك؟ خلينا ناخذها بالعقل. انت كنت موافق تشتغل معنا على اساس نحن وكاله صحفيه. وهلا تاكدت انه نحن مش وكاله. فخليك على رايك. على اساس نحن وكاله، هيك اريح لك. بتعرف انت بتطلب مني ايه؟ تشتغل معنا. اشتغل جاسوس. ما بحب هذه الكلمه. انت عندكوا كلمة تانية ليها؟ متعامل، مراسل. والعمر مش بعزاحه، انا مش عايز تعدم. انت رح تنعدم بحالي وحدة بس. لو طلعت من هون. لأنه بهالحالة رح اضطر وبكل أسف
اعطي الشريط هيدا للمخابرات المصريه. وانا ما بدي اعمل هيك. اتس تو ليت يا عمر انك تفكر. اصلا انت ان and there is no way out. ما تعتبر هيدا الكلام تهديد. بالعكس انا بدي مصلحتك. انا عارف انه سقف طموحك ما له حدود، انه حلمك يكون عندك شركه مثل شركه اللواء جلال يلي انت شغال عنده. انا عم بعطيك فرصه انه بخلال 3 سنين ماكسيموم رح يصير عندك شركه مثل شركه اللواء جلال، اذا مش اكبر. رح اعطيك $3,000 بالشهر مقابل كل مكان مهم بتزرع فيه كاميرات وبتجيب للي بيتصور. رح اعطيك مكافأة مرتب شهر كامل. وانا هيك مثل ما انتو بتقولوا المصريين عداني العيب. ديل؟ أنا مادد إيدي يا عمر، ويلي بمدله إيدي وبيرفضها بزعل عليه مش منه. مبروك، هلأ صار فيك تمشي، وخليك جاهز بكرة لتبلش بالتدريب. تبوي سلم، عارف انت مين؟ شور. وعارف طبعا انك هتعرض عليا ان انا كنت بصراحة كل واحد لازم ياخد حقه. سالم هو اللي رشحك لنا واخد مكافئته عليك. هذا الولد شاطر كتير وله مستقبل ممتاز. في سيارة بالباركينج رح تاخدك من هونيك لحتى ما حدا يشوفك انت وطالع. انت هلأ صرت مننا وأمنك بهمنا. في عربية فان لسه خارجة من جراج العمارة اللي جنب السفارة. ده أكيد عمر. ارفع عنه المراقبة دلوقتي. أكيد هيبقى تحت عينيهم 24 ساعة في اليوم. أنا مش عايز أي مخاطرة خالص دلوقتي. حاضر يا فندم. اتفضل.